سلام ويسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم. من المقرر اجراء انتخابات فيدرالية في كندا في اكتوبر 21 اكتوبر 2019. هاي الانتخابات الفيدرالية راح تكون احد اهم الانتخابات اللي بتواجهنا في كندا. الحزب الليبرالي هو الحزب الحاكم حاليا، عم بحاول انه يستمر في الحكم. حزب الكونزر والحزب المحافظين والحزب المعارض بحاول انه ياخذ الحكم من الحزب الليبرالي، وحزب الان دي بي اللي هو الحزب الثالث القوي اللي هم نيو ديموكراتيك بارتي بحاولوا انهم يوصلوا الحكم. طبعا انا بشوف انه للأسف التفاعل العربي والماينوريتيز بشكل عام في الانتخابات دائما ضعيف، وهذا تثبت الإحصاءات اللي موجودة. نحن جميعا خرجنا من بلادنا وطلبنا ديمقراطية حقيقية، ونحن الآن في ديمقراطية تقريبا حقيقية، يعني لأنه الانتخابات فعلا انتخابات نزيهة، وصوتك بيأثر. في السنة الماضية في الانتخابات البروفينشال اللي صارت في أنتاريو، في نواب فازوا بصوت واحد، يعني الشخص اللي جالس في البيت وتوقع انه صوته ما حيفيد للأسف كان مخطئ. الانتخابات هنا الصوت الواحد بغير في الانتخابات، فصوتك انت بغير في الانتخابات. ما نجلس بعد الانتخابات نقول هذا الرئيس تبع المقاطعة او رئيس الحكومة الفيدرالية للأسف سيء، للأسف بيسوي هيك. انت اللي انتخبته، انا اللي انتخبته، اللي راح وقدم صوته للانتخابات هو الشخص اللي فعلا يشعر بالمواطنة. الشخص اللي جالس في بيته ونايم هو شخص مستهزئ بنفسه، مستهزئ بأبنائه ومستقبلهم ومستقبل البلد. فأنا بشعر انه هو فعلا واجب وطني عليك كندي، هذا واجبك، مش من الأمور اللي ممكن تسويها ومش لازم أو ممكن ما تسويها، هو واجب عليك إنك تسويها، هو إنك تذهب للانتخابات. بتمنى إنه حكومة كندا تسوي زي بعض الحكومات مثل أستراليا، يصير في فاين، يعني مخالفة على الشخص اللي ما بيروح ينتخب، عشان الناس تروح فعلا تؤدي بأصواتها. هذا الهدف من هذا الفيديو، أحكي لكم إنه أهم شيء إنكم تروحوا تتفاعلوا وتنتخبوا. الآن عشان تنتخبوا الشخص المناسب في أمور كتير لازم ننتبه لها. في ثلاث محاور رئيسية في الانتخابات أو في اختيار الشخص اللي بدك تروح تنتخبه. الآن احنا عارفين احنا بننتخب نواب، وأكبر عدد نواب بشكله الحكومة ورئيس الحزب في هذا من النواب هدول هم اللي هو بصير رئيس الوزراء. فعشان هيك لازم نختار او ننتبه لثلاث شغلات عشان نختار الشخص المناسب. حسوي فيديو عن النقطة الأولى اللي هي بلاتفورمز. البلاتفورمز شغلة مهمة جدا، اللي هي شو بقوم هذا الحزب بوعود خلال الفترة اللي بده يرأس فيها الحكومة في المرة القادمة. يعني إذا أنا فزت كحزب ايش راح اسوي بالنسبه للهيلث كير، ايش راح اسوي للإديوكيشن، ايش راح اسوي بالتاكسز، ايش راح اسوي في الانفيرمنت، ايش راح اسوي بشغلات مهمه جدا بالاكسترنال افيرز. هاي الامور كلها مهمه جدا انك تقراها بتمعن، لانه بناء على هذه البلاتفورمز اللي بقدمها الحزب عاده بقدموها قبل شهر تقريبا من الانتخابات، تقدر تحط تصور ايش هذا الحزب بده يسوي فيك في الاربع سنوات القادمه. فاستهتارك وعدم قراءتك للبلاتفورم وحتى الشؤون الرئيسية، يعني مش عم بحكي لك انه البلاتفورم حوالي 100-200 صفحة مش رح تقرأه كله، بس على قليل تطلع على النقاط الرئيسية للبلاتفورم، انه هذا مهمتك انت كشخص، مستقبلك، مستقبل ابنائك. الشغلة الثانية اللي هو رئيس الحزب. رئيس الحزب هو المرشح انه يكون رئيس الوزراء القادم، فعادة بيكون في ديبيتس، بكون هذا على التلفزيون بيجي هذا الديبيتس، بعطيك صورة عن مين هو رئيس الحزب وإيش بفكر رئيس الحزب وكيف بفكر وكيف طريقة أدائه في الديبيتس. بصير كتير ديبيتس ممكن تحضرها على التلفزيون، ممكن حتى تروح على الأماكن اللي بسووها تحضرها.
عادة الناس كلها بتحضرها على التلفزيون، الميديا بتحط هذا الديبيتس وهو إشي سهل جدا إنك تحضره. الشيء الثالث اللي هو الكانديديت، اللي هو المرشح تبعك، المرشح في المنطقة تبعتك. روح قابله، احكي معاه، اسمع منه، حقك إنك تعرف مين هو. روح على مركزه الانتخابي، اسأل عنه، قول له ما أنا بدي أتقابل معاه وأحكي معاه. المرشح الانتخابي بمثلك، هذا الشخص هو اللي راح يكون صوتك في البرلمان. فإذا هذا المرشح الانتخابي أنت أصلاً ما بتعرفه ولا عمرك شفته، كيف بدك تنتخبه؟ كيف بدك تعطيه صوتك؟ حتى لو إنه الحزب تبعه كويس، فلازم تروح تحكي مع مرشحينك الانتخابيين. عادة كل منطقة بيسووا ديبيت للمرشحين الانتخابيين الموجودين فيها، فاحضر هذا الديبيت، اسأل الأسئلة اللي بتهمك خاصة في المنطقة، لأنه هاي بتساعدك. طبعا الانتخابات راح تكون زي ما حكينا يوم 21/10، بكون يوم 2، بس عادة بيكون في early polls، يعني ممكن تروح قبلها، بكون عادة سبت وأحد، فما في حجة إنك ما تروح، بكون 3-4 مرات أو مرتين قبل الانتخابات الرئيسية. النتائج بتطلع بيوم 21 عادة بالليل. والآن في 6 أحزاب موجودة في البرلمان. حكينا الحزب الليبرالي بقيادة جاستن ترودو اللي كان قائد الحزب من 2013، حزب المحافظين بقيادة أندرو شيرد اللي هو فاز ب 2017، حزب الانديبيز اللي هو بقيادة جاكميت سينغ برضو فاز ب 2017، عندنا حزب البلوك كوبيكواز اللي هو من مقاطعة كيبيك بقيادة يفيس بلانشي اللي فاز ب 2019، حزب الخضر اللي هو بقيادة إليزابيث ماي اللي فازت ب 2006 بقيادة الحزب وبقيت في محلها، وماكسي برنيه اللي هو رئيس حزب ذا بيبل وهو الوحيد اللي موجود من الحزب في البرلمان. أجين مرة ثانية نحكي لكم أهم 3 شغلات: البلاتفورم تبع الحزب، رئيس الحزب، والمرشح تبعك. روحوا صوتوا، صوتكم أمانة يا جماعة في أعناقكم. لا تتوقع أن صوتك مش مهم، لا، صوتك مهم، وهذا واجب كندا عليك اللي بتعطيك إياه أو أنت حاب تشوفه في المستقبل لإلك ولأبنائك. لازم تروح تصوت. إن شاء الله نشوفكم في الانتخابات ونراكم قريبا. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.